يبقى في موقف هو يقدر يتعامل فيه، فعلشان كده هو طلع الفيلم مختلف شوية. من بعدها كان في دراما حنان ترك، صح؟ عملت نونا المأذونة بالظبط. اه ايه اجواء برضو المسلسل؟ وكان برضو بتهيألي ده كان بصي اخر هو كان مسلسل كوميدي. عملته حنان، لا 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 لا، عملت عملت بعده بعديه. مسلسلين. هو كان كوميدي الاخت تريزا كان بعده، بس صح؟ المسلسل ده انا كانت مشكلتي معاه ان انا قعدت بعده 5 سنين في البيت مش عايز ليه اشتغل، بقى؟ علشان هو ما كانش بتحضر كويس. وهي قامت الثوره كان في مسلسل غيره بنعمله، وبعدين الثوره قامت فالدنيا وقفت، فكنا على محك يعني نشتغل السنه دي فنفتح 75 بيت، يعني نقعد في البيت ويتقفلوا ال 75 بيت. انا شويه عندي مشاكل نفسيه مع نفسي كده، انا ما بحبش اقطع ارزاق خالص، فممكن تشتغلي عشان تشغلي الناس اللي فممكن حواليكي. اشتغل عشان وعلى فكره هو ده مش صح ايوه يعني. طبعا، ده ملوش علاقه بالفن، كان ده انا له علاقه بال التجربه ما اتبسطتش فيها الحقيقه. هو المسلسل نجح الحمد لله نجح واطفال كتير، وضحك الناس بتذاع كذا مره. ما فكره انك بتشتغلي على الهوا، فكره انك بتعملي مع الورق مش جاهز، فكره ان كل اللي عايز يقول حاجه يقولها، في ناس بتقدر تعمل للدرجه ده. دي ما كانش لا ما كانش المسلسل هو كده. كان، لا كان الورق بيتكتب على الهوا بس يعني. ده سلو رمضان عموما. لا لا بصي، بتبقي بس فاهمه انت فين، مش حلقات منفصلة متصلة، فانتي المنفصل ده انتي بتشتغلي قصص اليوم ناس بيومه بتتجوز وحاجات. بالظبط، وعمالة تجيبي في نجوم، عمالة تجيبي في نجوم جاية تجامل. انا بالنسبة لي التجربة كانت صعبة جدا، مع انه انا حنان حد بحبها جدا جدا، وشركة الانتاج وعملين اصحابي ورا جدا. بعض بالظبط. لحنان. لا انا حنان من واحنا من وانا مساعدة، احنا اصحاب من زمن، من سرق الفرح يعني، من ياه، سنة 94 ولغاية النهاردة طبعا صحاب. طبعا. طيب انا حنان هي اللي غسلت امي يعني، هي اللي كانت واقفه على غسل امي الله الله يرحمها يرحمها. يا رب ويحسن. فلا حنان حد صاحبي يعني بره الميديا لسه على وبره. تواصل. الحقيقه طب نغش بقى منك شوية، ممكن حنان ترك ترجع الفن تاني ولا لا ما اعتقدش ما تعتقدش؟ لا مش حاسه كده خالص، هي قاعده وبتربي عيالها في امريكا أجيال. وقاعده. لكن لا هي حنان حد جميل بصراحه قوي قوي، بس انا كتجربه صدمتني فكرة انا سينما، فكرة فيديو، فكرة تحضير بقى وشوت ما فيش، هو ديت مش لاحقة بقى تحضير ايه، حطي الكاميرا واشتغلي وقولوا. فانا ده يعني الحقيقة ما ما شجعتكيش التجربة يعني؟ لا ماشي، قعدت ممكن فترة تكون قفلتك، لكن ما جرأتكيش على النوع ده من لا 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 الدراما. لا 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 النوع ده لا. عملت عادتك من بعدها المسلسلات مع انك عملتي لا الهلالي عملت سلامة. بعدها لا الهلالي مش انا اللي عاملاه، الهلالي كان عليه مخرج، والمخرج يعني حصل خلاف بينه وبين شركة الانتاج، فانا جيت انا اشتغلت في المسلسل ده حوالي اسبوع بس، هو اسمي اتحط لانهم اختلفوا